يا اهلا وسهلا فيكم على واحد الاحساء، وهي من القنوات الاحسائيه اليوتيوبيه الكبيره بعدد التقارير، ويسعدني اشتراككم بالقناه. اليوم تقريري عن المكتبه العامه بالاحساء الهفوف. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. معاكم مدير المكتبة العامة بالهفوف محمد الشغب. المكتبة العامة بالهفوف تأسست عام 1380 هجري وتتكون من 3 أدوار. القاعة الرئيسية تتكون من الاستقبال ومن ركن الأحساء واستراحة الزوار ورواد المكتبة العامة. قاعة الطفل بها عرض بروجيكتر ومسرح مبسط. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في المكتبة العامة بالهفوف. عندنا المكتبة العامة بالهفوف الدور الأول يتكون من قاعة الدوليات وقاعة المراجع. المراجع تحتوي أكثر من قسم، قسم الموسوعات العامة والقواميس. عندنا في الدور الأول كذلك نفس القاعة اللي هو الكتب الأجنبية. طبعا من أقسام الدور الأول في المكتبة العامة اللي هو قاعة الكتب العامة، تحتوي على مجموعة من المعارف تبتدأ من 001 المعارف العامة إلى 00499 قسم اللقات. طبعا من ضمن الأقسام قسم الكتب النادرة، يحتوي على مجموعة من الكتب النادرة الطبع أو توقف الطبع فيها، تقريبا تاريخها إلى أكثر من 50 سنة من إصدار طباعتها. طبعا الدور الثاني برضو من المكتبة العامة يحتوي على مجموعة من الكتب العامة مقسمة من 00 أو من 0500 إلى 999. 500 اللي هي العلوم البحتة و600 العلوم التطبيقية، و700 تحتوي على كتب الفنون والآداب. أما 900 كلها تحتوي على التاريخ والجغرافيا والتراجم. طبعا هذه أحد قاعات القراءة في المكتبة العامة، القاعة القراءة الخاصة بقسم التاريخ والجغرافيا والتراجم. طبعا احنا الآن في القاعة الرئيسية من المكتبة العامة، عندنا هذا الركن يتحدث عن اللي هو المطبوعات الرسمية والأنظمة في جميع الدوائر الحكومية. القسم هذا اللي هو ركن خاص بالأحساء، مؤلفات كلها تتحدث عن الأحساء بمناطقها في جميع التخصصات. عندي كذلك اللي هو قسم الدوريات الجارية الأعداد الجديدة، نعرضها في القاعة الرئيسية، ومن ثم بعد ما يجي الأعداد الأحدث نأرشف الأعداد القديمة في القسم فوق. وهل في قسم نسائي؟ نعم، في قسم نسائي موجود. معزول والله، كيف شو وضعه؟ قسم نسائي معزول، يقدر يدخلون فيه حتى العوائل. جميل. وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر مدير المكتبة العامة الأستاذ محمد الشغب، ألف شكر لك. حياك الله وشرفتونا ونحن في خدمة المجتمع الأحسائي، وألف شكر على تغطيتكم المتميزة. شكرا لكم، يعطيكم العافية، ولا تنسون الاشتراك في قناة واحد الأحساء، وفي أمان الله.